لقدرة الدولة على بناء مطار السياسي في دولة حديثة، دولة ديمقراطية، دولة تتمتع بعلاقات دولية، دولة جزء من المجتمع الدولي وليست خارج المجتمع الدولي. وهذه نقطة هامة. النقطة دي في الحقيقة ترتبط بما يرد في تقارير دولية في سواء من المنظمات غير الحكومية أو من أيات الأمم. لأن السجل في هذا الأمر يحتاج جهد كبير من المجتمع المدني والدولة المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديل وتغيير هذا الملف. وأهم نقاط في هذا الملف في الحقيقة الجوانب الإجرائية الجنائية والمسائل المتعلقة بالبيان بالطلاق. عندنا ملاحظات هامة جدا على فكرة الاستخدام الواسع للحبس كاحتياط. ويعتبر في كثير من الأحيان أنه عقاب بدون حكم قضائي. دي نقطة محتاجة. أنا طبعاً اطلعت على أهداف القانون الجنائي زي ما احنا بنتكلم. القانون في الحقيقة في بدائل الحبس الاحتياط ودي نقطة مهمة جداً. لكن هذه النظرة هذا الأمر يحتاج إلى نظرة من السلطة القضائية في مصر وعلى رأسها طبعاً معالي السيد النائب العام ومكتبه والسادة الشريفي. الحقيقة موضوع الحبس الاحتياطي أيضاً يعني نقطة. النقطة الثانية فيما يخص الاتفاق القصري، واحنا كنا في جنيف وعملنا ندوة عن الاتفاق القصري وحاولنا ان احنا نقدم صوره موضوعيه في الحقيقه، نحن لا ندافع عن اوضاع غير حقيقيه، لا احنا حاولنا شفنا ان الملف ده يتم تضخيمه بشكل كبير جدا. في النقطه دي عايز اشير للذئاب والمستمرس مهم جدا. سؤال لماذا التركيز على قضايا الاتفاق القصري تزايدت منذ 2013 حتى الان؟ بعد الفشل في أخذ قضية رابعة إلى محكمة جنائية دولية أو محكمة جنائية ذات اختصاص جنائي، أصبح البديل الآن هو قضايا الاتفاق القصري باعتبارها جزء من المادة السابعة من اتفاقية روما المحكمة الجنائية الدولية، وهي جريمة منصوص عليها يجوز فيها للقضاء ذو اختصاص القضاء العالمي أن يتحرك فيها. بمعنى إنه يمكن إن أنا أقدم بلاغ في السلطات القضائية البريطانية، الفرنسية، البلجيكية لتوقيف أحد المسؤولين المصريين على اعتبار أنه ارتكب جريمة من جرائم الاختفاء القصري، ويأتي بملف الاختفاء القصري من الأمم المتحدة ويقدمه في ملف القضية. بمعنى إنها أدلة ذات مصداقية وأدلة قوية. وهنا لأنه عشان يصدر الأمر نطلب إحضار قرارات مرمى أساساً في هذا أي دولة غربية لازم يكون في جدية في الأدلة المقدمة ضد الشخص المتهم. ولا يمكن أن تكون هناك يعني أدلة قوية بقدر ما يصدر من الآليات الدولية. لما بقى مقرر خاص طلع تقرير، لجنة مجموعة العمل المعنية وهكذا. وبالتالي سيل الشكاوى الخاصة بالاختفاء القصري أصبح يعني متضخم يعني. وزي كده في الندوة حبينا نعمل تقرير مجلس القومي لحقوق الإنسان إن شاء الله كبير للأستاذ مصر عوض في حياة السفر. كان معانا الاستاذ حسام شيحه طبعا واستاذ علاء واتكلمنا على تقريبا اسبوع الحساب لما فتحنا باب الشكاوي سنه 2015 2016 لمده عام اجمالي عدد الشكاوي اللي وصل لينا 340 تقريبا شكوى مختصه. لما تواصلنا مع السلطات المختصه جالنا اكثر من 200 شكاوي دي وموجودين في السجون بيتم التحقيق معهم كذا. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان وجود اليه سريعه للتعاطي مع الشكاوى داخل مصر يستطيع ان يقدم حلولا بكثير جدا من الانتهاكات التي تعد انتهاكات. لانه انا لما اجي ابص على الملف في النهايه انه في حالات معقول عليها وبيتم التحقيق معاها متهمه باتهامات جديه والمنظمه تمام النيابه العامه ومحتجزه في احد السجون الشرعيه المنصوصه في القانون، اذا انا من حاله قضائيه. مش لا يمكن وصول اصفار من ناحيه اتفاق قصري. لكن كمان لازم اسرته تقدر تزوره ولازم محاميه تقدر تزوره.